أكد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في مقابلة صحفية لقناة دي دبليو الألمانية أن سياسة السلطنة مستقلة وتقوم على بذل الجهود السلمية لتحقيق الاستقرار والتنمية في آن واحد، وأن مواقف السلطنة السياسية ثابتة تجاه علاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة. احنا ما زالت سياستنا سياسة قائمة على الاستقلالية، وأريد أن أقول الاستقلالية لا تعني الحياد السلمي، لأننا قطعنا على أنفسنا أن نقوم بجهد سلمي، جهد يحقق الاستقرار ويحقق التنمية في آن واحد، وأن نكون مستعدين لمساعدة إخواننا سواء كان في هذه المنطقة، منطقة الخليج أو غيرها من المناطق وفي الجهد العالمي. فلا نعتقد أن هناك الآن في البلاد العربية شيء اسمه حياد يعني يشترى بالأموال. الأموال دورها إنساني، ولكن حينما تكون دورها سياسي فتفسد الناس يعني في هذا. احنا لسنا لنا علاقه بهذا الجانب، ولا نهتم بكثير ما يقال ان عمان غيرت موقعها من مكان الى مكان. لا، احنا موقعنا هو هو، واذا كان ما يقولونهم الذي انتم تتحدثون فيه هو علاقتنا بين اخواننا في الخليج واصدقائنا وجيراننا الايرانيين، هذه العلاقة وتستمر على النهج الذي احنا عليه. ستستمر العلاقة مع إيران كما هي؟ نعم، وأخواننا في الخليج يعلمون هذا ويدركون هذا. رغم التقارب مع إسرائيل؟ ورغم التقارب مع أي حد له خصومة مع الإخواننا العرب أو مع أصدقائنا الآخرين، يعني الخصومات لا ينبغي أن تكون مدار يعني لتغيير المواقف، الخصومات ينبغي أن تكون وسيلة لكي يتم التصالح، يعني لا خصومة إلا بالتصالح ولا تصالح إلا بالخصومة. فهذا نحن هكذا يعني نرى الأمور، وكون أننا نقوم دور ربما معلن بعض الشيء أثار هذه الهواجس، لكن نود أن نطمن الجميع أننا لا ننحاز إلا للحق. وأشار معالي خلال اللقاء الصحفي أن مجلس التعاون الخليجي ما زال يواصل مسيرته، وأن الخلاف لا يعطل التعاون بين دوله، مضيفا أن السلطنة تواصل دعمها لجهود دولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع الخليجي. المجلس ما زال قائم وما زال يمارس بعض مسؤولياته في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون، وكذلك البرامج التي تم الاتفاق عليها في جانبها الفني، هذا ما زال قائم. لكن الخلاف السياسي ما زال أيضا قائم، وهذا الخلاف تبذل جهود كثيرة، وعلى رأسها جهود سمو أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح، ونتطلع أنها سوف تأتي بشيء من الانفراج إن شاء الله في المستقبل. نحن اتفقنا أن المسار الخاص بالجانب السياسي المختلف عليه سيرعاه صاحب سمو الأمير الشيخ صباح، ونحن سنساند هذا الجانب، ولكن رئاستنا هي للجانب الخاص بمجلس التعاون، وهناك صار فيه فهم أن مجلس التعاون أمر والخلاف أمر آخر.